انطلقت فعاليات المؤتمر الوطني الأول حول تنفيذ الخطط القومية لمكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات، ويهدف هذا المؤتمر الأول من نوعه لحماية المواطنين والأجيال القادمة من أخطار وتوابع الاستخدام العشوائي والمفرط لمضادات الميكروبات، والذي من شأنه تخليق أجيال جديدة من الميكروبات المضادة لمضادات الميكروبات المعروفة، مما يشكل خطرا ليس على الصحة العامة فحسب بل على الإنسانية بأسرها. معدل استخدام المضادات الحيوية ومضادات الميكروبات في منطقة الشرق الأوسط هو أعلى معدل على مستوى العالم، فهناك مشكلة واضحة جدا لابد أن نتعامل معها ونتعامل معها بحسم ونوضع لها معايير للتعامل، وده اللي واضح في المؤتمر النهاردة، وأتمنى إن شاء الله أنه بإذن الله يتحقق على أرض الواقع. الحقيقة إحنا بنستهدف يمكن الفريق الطبي من خلال هذا المؤتمر علشان نوصل هذه الثقافة ونرسي ده في كافة المستشفيات وكافة منافذ تقديم الخدمة الطبية، اللي بدورهم هيوصلوا هذه الرسالة التوعوية للمواطن اللي الحقيقة برضو له دور كبير جدا في تغيير ثقافته تجاه استخدام الدواء، وإن الدواء ليس سلعة بتباع ولكنه بيتم استخدامه طبقا لخطة طبية ووصفة طبية نتيجة يعني توصيات من الطبيب المعالج. كان في جهود حسيسة جدا بين كل السادة الزملاء، ويعني ده أعقبه عدة اجتماعات مع مقدمي الخدمة ومع السادة مديرين المستشفيات، وكان فرق مكافحة العدوى كان لها الدور الأبر هاند زي ما بيقولوا أو اليد العليا في إن هم النهاردة ينظموا ما بين الثلاث محاور بتوع المضادات الحيوية، سواء المحور المسموح به أو اللي يعني ممكن المرحلة اللي بعده، مرورا بالريزيرف ده اللي المفترض النهارده كنا هنبقى مخليين بالنا منه واللي ما بيتمش وصفه الا عن طريق المزارع والكلام ده كله. لو ما فيش خطه للدول وخطط للدول والحكومات عشان مكافحه مقاومه مضادات الميكروبات، هيبقى الوفيات في 2050 على مستوى العالم بنتكلم في حوالي 50 مليون حالة وفاة، وده هيبقى في الوقت دوت هيبقى أكتر معدل وفيات حتى من الأمراض المعدية، الملاريا بتكلم على حالات يعني مرض الإيدز، بل لو جمعت ده كله على بعضه هتبقى الوفيات من هذا الموضوع لو ما اتخدش فيها خطوات عشان نقلل دوت هتبقى دي من أعلى معدلات الوفيات.